دونك اخواني كما قلت الى تكون السفينه هذيك بدات تغرق وكان ترو فيها ولي تروح تصلح الترو هذاك تزيد متر ترو بتغرقوا كاع تروح كاع هذيك السفينه. هايلك واش بغيت المعارضه، هايلك واش بغات المعارضه. المعارضه ما نسيت تكون معايا انمي مثلا، مي الى رانا نحاربوا واحد الانمي اوكي، انا مثلا نكون ضد الحكومه، انت تكون ضد الحكومه، المعارضه هذه راهي ضد الحكومه، الشباب هذه اللي ناضوا هم ضد الحكومه، الى نتفق ميم سي ما نتفقوش الى رانا نصدموا على الحكومه في اول ما في مره واحده يعني لو ميم مومون هذه الحكومه هذيك تطيح، ماشي غير تطيح وحدها، غادي نطيحوا كاع نروحوا فيها. قالك واش بغات المعارضه هذه، القوه تاعها ما عندهاش القوه. دونك لانسيت لي جون نيمبورت كيل كاتيغوري، لا بوليس كومينال عندهم المشكله طف طف ترميهم ميساج، لي جون في السود عندهم مشكله طف طف ترميهم ميساج، هذوك اللي ناضوا في قسنطينة على الهال على لي زابارتمون ترميهم هذاك سميتو ترميهم ميساج، هذوك اللي ناضوا على لا سيكوريتي اللي ماتوا هذوك الناس الله يرحمهم هذوك الطفلين هذوك لا سيكوريتي لا بوليس نوضوا عليهم. اي ليك وين tu vas mobiliser tout le monde en même temps et pourtant la cause تاعهم ماشي وحده، بغاو يديروا البلانتون بربري من القبائل، بغاو يديروا لا بوليس كومينال، بغاو كل حاجه انت تنوض نوض اوكي. دونك كي دير هكذاك ميم سي لوبجيكتيف تاعنا ماشي كيف كيف، بصح الانمي تاعنا هو واحد العدو واحد، دونك كي سقط العدو هذاك نوليو بيناتنا، اللي عنده لا فورس هو اللي يشي. على ما بغيتش نهضر على الحكومه اولا، لان انايا دابور غادي اللي كيديو هادوك المعارضين نخليهم تكوتي، نقولهم باللي البروغرام تاعكم ما يمشيش للبلاد وما يساعدش لي جون، اللي يساعد واحد الحاجه برك يساعد المصالح الشخصيه تاعكم ولا فونجونس تاعكم، انتم عندكم ثار، الواحد اللي عنده ثار في قلبه 20 سنه ومازال رانا نهضروا على هذه المشكله، وانا صفيتهم قلت لهم على الفيس هذاك لا فالور تاعو في 1992 كان 3 ملايين، 3 ملايين في 30 مليون في 33 مليون صافي 30 مليون، هذوك ما فوطاوش كاع عليكم وما يحبوكمش عليك، لان انتم درتوا المحال كي رحتوا على لي زيون هذوك تاع الفوت و الجيري بارمي لي بي اللي ما على بالهاش، كي تروح تفوطي دي لا فامي تاعك لي كارت دونتيتي ودي تاع مرتك ودي تاع اختك ودي تاع خالتك، لان هذوك الاسلاميين المتعصبين هذوك كاع داو لي كارت دونتيتي تاع لي فام، لان العدل نورمالمون هي تروح تفوطي لا لا يديو كاع لي كارت دونتيتي هادو كيفوطيو كاع على لا فامي تاعهم، واحد راجل يدي كاع لي كارت دونتيتي تاع الدار يفوط، هادي ما كانش منها كاع في اي بلد غير في الجزائر، تدي لا كارت دونتيتي كاع تاع الدار تاع الشرا باش تروح تفوطي على البنات كاع. اون لا بوبولاسيون تاعكم كانت 3 ملايين، باسكو انا نقولك واحد الحاجه، انت تكون يعني متعصب في الدار وتقولها مرتك روحي فوطي يعني قانونيا تروح تفوطي، والله ما تفوطي على الفيس ومرتك ولا اختك، لانك انت كمعصب معصب عليها والله العظيم غير ما تفوطيش عليك، لو كان عطيت لها لا شونس تروح تفوطي على هذا، ديت لا كارت دونتيتي تاعها باش تفوطي في بلاصتها، هذا الفيس دا مرتبه، هاي ديك المرتبه اللي دا هذيك الهضره. دونك يا اخواتي لو كان نزيد نهضر على الحكومه انايا والاخرين يهضروا على الحكومه، نطاكيو هذيك الحكومه في مره واحده غادي نهبلوها، ما بغيناش نديرو هكذا حنايا. واش بغينا نديرو؟ نصفيو الامور مع هذيك المعارضه اللي ما عندهاش اي اساس وما عندهاش اي برنامج للدوله الجزائريه، نصفيوها مليح مليح
باش تقدم برنامج باش المعارضة تاعها قال كاين شرفاء. الشرفاء يا ولدي ما كاش شرفاء في المعارضة، ما كاش. كان كاين شرفاء يقول لك استنى او البروغرام تاعنا البلاد للبلاد نعطيه نقدموه ديريك. والله العظيم لو كنت تقدم ان بروغرام سوسيال ان بروغرام ايكونوميك الان غادي تديه وتروح تدخل في هذيك المشاورات تكون انتيليجون تاع اللي لا هوروزمون كاين شويه العقل. نسمحوا شويه فيها من حقنا، نسمحوا شويه فيها حقنا، نروحوا نقعدوا مع هذه الحكومه طاف 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 نسقموا الحاله. علاه كيكون الشعب انت ما بغيتش الشعب يكون هاني ويكون مشغول ويكون عنده الدار؟ أنا بغيت هذيك تتخلط. علاش بغيت تتخلط؟ لان كيكون مخلطه هكذا كيكون ساهل لك باش تدخل وتدخل بالبلوطو وتدخل بالقوات الاجنبيه عايلك. بصح كي تكون انت مسقم الا بغيت فريمون تكون ناسيوناليست وتحب بلادك تقول استنى انا عندي المخ انا يا جو سوي انتيليجون عليكم هاي البروغرام تاعي هاي البروغرام تاعي. تعطيهم بروغرام عنده 20 ورقه يقراو يبداو يقراو يشوفوا كلهم. انا ماشي متعصب ماشي هاي لك البروغرام تاعي. انت تحب الجزائر نتايا الا تحب الجزائر هاي لك. واش شفنا في ال 20 سنه هذوك ولا في 30 سنه هذوك يهدر واحد يقول لي انا ديموكرات وهو على راس الحزب في 30 سنه هو حاكم الحزب يهدرني على الديمقراطية. هذيك ما كاش منها غير صوتيها اوكي تهدرني على الديمقراطية. انا نقول لكم مثال كما كان نحن ما دخلش واحد الخطره لي زيليكسيون على قالوا ما راهش مجاهد الا فريمون يحب الجزائر يساكريفي البوست تاعو باش يجي واحد من البارتي تاعو يشد البوست هذاك وياخذوا لي زيليكسيون. كاين متحمسين الغاشي يفوتوا عليهم هو لا شد البوست هذاك تاع الحزب ما بغاش يتخلى عليه وما دخلوش لي زيليكسيون. فهمتوا هذيك ما صراش مع مصر مع الاخوان المسلمين ما صراش. ميم سي الاخوان تشدينيتو لو برومي نورمالمون اللي يكون في لا ليست عنده مشكله على الناسيوناليتي تاعو اوكي عنده برك هي ناسيوناليتي اترونجير ما على باليش. واش قالوا له الى تقعد بلا ناسيوناليتي ما عندوش خلاص نحاولوا الجنسيه المصريه. دونك واش داروا الاخوان المسلمين تبعوا هذاك مرسي ميم سي مرسي عنده نوتر ناسيوناليتي بصح عنده الناسيوناليتي ايجيبسيه حكموه شد البوست ودا لا بريزيدونس. بصح انا في الجزائر ما جامي صرات هكذا. الناس بدات تطيح اي لي راندي بدلوه لا فلان بدلوه لارسيدي بدلوه لا ففاس بدلوه. حتى الان باش شفنا لي تات هادوك اللي حاكمين الحزب لمده 40 30 50 سنه انطاحوا. دونك ما يهضرونيش على لا ديموكراسي هادوك الناس ما يهضرونيش على لا ديموكراسي. دونك الناس هادي اللي راهي تهضر نفس الشيء دونك عندهم اون ايدي لازم يطبقوها. ليدي هذيك اللي بغاو يطبقوا تجي بأي ثمن. أخويا أنايا بغيت هذا يمشي بيك ولا بلا بيك. دونك بغاو يقعدوا هما دونك لازم نشد الشعب الجزائري بأي ثمن. كيفاش نشد الشعب الجزائري؟ أي يدخلونا كاع بلي زيدي هذوك. ونزيد نقول له إذا كانوا يعني ناسيوناليست أولا يهضروا على هذاك الحزب المغربي حزب الاستقلال كان يهضر يقول لك غادي نصدموا على الجزائر ونديو تندوف مع بشار. اي واحد من رشاد هذاك ينوض يقولهم وهم بلع فمك هذا الجزائر تاعنا. فهمت هذه الجزائر تاعنا تهضر مره اخرى على هذه ما نتفاهموش معاك. لا
انا نعرف يعني المغاربه الحمد لله يعني صحابي بزاف رانا طريطريبيا المغاربه بيناتنا رانا طريطريبيا بصح الحكومات عم يتاكلوا بيناتهم عندهم هذا المشكل تاع الحدود بصح انايا لان هذاك الحزب الاستقلال رئيس الحزب اللي قال هكذا ماشي مسكين ماشي طبقه هذيك المنخرطه على الحزب اللي قال هكذا واحد مسؤول في الدوله قالهم هكذا اي واحد منا من المعارضه هذيك يعطيونا لا ريبونس واحد مدهينه ولا زيتوت يقعد هكذا فراجه يقول له اليوم نهضر لكم باسم الجزائر ما تدناوش للجزائر هما لا ماذا بيهم هادو كيدخلوا للجزائر يديروا النش باش الجيش الجزائري يروح للغرب باش يحارب هذوك اللي يدخلوا وانت يكون عندك الانقلاب اللي بغيت دير الانقلاب تاعك فهمت لان الجيش قوي واش يديروا له يكسروه فرق تسود عطى شويه شوف واش صار في تونس الان اللي تيروجت هذوك في الغابه تاع تونس الارهاب في ليبيا او ثم النيجر ثم والمالي ثم اوكي وعندنا دي جروب تيرورست اللي جايين من موريتانيا ثم والان المغرب اللي كانت صافا عندنا مشكل مع يدخلونا الحشيش دوك بغاو يدخلوا بالعرمي هذيك ما نقبلوهاش على هذا الجيش الان او كاع لي ريسورس هذيك ميليتير لازم يديرها في بشاف تندوف في تلمسان في مغنيه كاع هذوك لي ريجيون فهمت عايل كوين انتوما ما بغيتوش تفهموا باللي الجزائر هذه بغاو يقطعوها شويه شويه فهمت نار هذوك الازواد هذيك شوف الازواد اللي ناضوا بغاو يديو النص تاع المالي معليش هذيك سي لا سيكوريتي فرونسيز اللي عاوناتهم امانه لا باش ينوض الازواد هذيك او ناض الازواد هذيك دار بارتي بوليتيك تاعو بدا يدي المدن هذوك بصح المشكله هي بديت تدي المدن عندهم في لافرونتيير الجيرو ماليان هذيك عندهم لا مام مونتاليتي عم يروحوا للنوماد هذيك مازال ما يديروا التجاره بالمقايضه ما كاش دراهم يديروا وسموتو للمونغو يعطي له ليسونس فهمت دونك نتايا واش هما باغيو يوليو بلد واحد ام يدخلوا النش للبلد الجزائري باش هما عندهم لا ميم كولور سكين يعني التان تاعهم يهضروا اللغه الوحده واللي كولتور نفسها لان على الحدود دونك واش يديروا يحرضوا هذوك الناس باش تحرضهم تقول لهم عايلك واش كاين عايلك واش كاين فهمتوا عايلك وين بدات لا بونسي تاعهم يدخلونا من كل الجهات من نحكم هذا من نحكم هذا انتم دوك الان راكم تضحكوا لان بغيتوا هذا البلد يتقسم انتم عندكم واحد الحاجه ما على بالكمش بالبلد البلد خاطيكم عندكم واحد الحاجه تكسروا النظام هذا باسكو عندكم ان فونجونس خرجكم في الليل طيركم في الليل دونك انت يا مازال عندك الحقد هذاك على البلد من با على البلد لان البلد هذا حروه المجاهدين بالدم تاعهم ماتوا الشهداء شحال ماتوا على البلاد هذه ميم سي كاين السرقه كاين لا كوربسيون هذيك سي اون افير انتيرن سي اون افير انتيرن خلينا بالمشاكل اللي راها جايه من كل جهه وانتم الان فوزيد في المنابر في انجلترا راكم تهضروا على المشكل هذا جامي هضرتوا باش تحموا البلاد جامي تقول لهم يا ستوب ذا حبستم كي تبدا تهضر هذه الجزائر عندنا الحدود تاعنا عندنا السياده الوطنيه عندنا النشيد الوطني وعندنا الجيش الوطني هذاك ما تمسش ودوك كاين مشكله بينك وبين توفيق رجليها مع توفيق ما تديش الشاب المسكين هكذاك يطلب يخرج يوم السبت يخرج يشد
بغيت العامل يوم الحد يقول لك يسقط النظام، كاش منها هذه. تمام، هيا نكملها في الأطلع.